قال نائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء إن القوات المسلحة هي سيف ودرع الوطن، لافتا إلى أن أبناء سيناء وقفوا مع القوات المسلحة لدحر الإرهاب. وأضاف أبو حرب أن القوات المسلحة المصرية أعادت للأمة العربية هيبتها بانتصارها في حرب أكتوبر المجيدة. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الاحتفالات المقامة بمحافظة شمال سيناء، وذلك بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. دور كبير قام به المجاهدين في شمال سيناء، وكانوا الداعم للقوات المسلحة سواء كان في وقت الحرب أو حتى في وقت القضاء على الإرهاب. في هذا الشأن بيكون معايا ومشرفني سيادة النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء. تحياتي لحضرتك وكل سنة وسيادتك طيب وانتصار مجيد دائما لحرب أكتوبر المجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري العظيم طيب، وقوتنا المسلحة اللي هي سيف ودرع هذا الوطن بخير. الحمد لله احنا هذا العيد هو 51 على انتصارات 73 أكتوبر المجيد اللي ليه مذاق وطعم خاص عند أبناء سيناء، لأنه هذه المنطقة قبل 73 كانت محتلة، والحمد لله بفضل الله طبعا وقواتنا المسلحة والمرحوم طبعا الشهيد أنور السادات بطل الحرب والسلام اللي أصدر قرار حرب 73، وقواتنا المسلحة حققت أكبر انتصار عاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها، واللي أدى إلى ما نعيش فيه من خير ونماء في هذه المنطقة. أبناء سيناء هم حراس بوابة مصر الشرقية على مدار التاريخ، وجميع الحروب من ناحية الشرق كانت من هذه المنطقة، ولكن الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وفضل قيادتنا السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، مصر دائما وأبدا محروسة، ومذكور ذلك في القرآن. مصر أبناء سيناء وقفوا مع قواتهم المسلحة في دحر الإرهاب الأسود اللعين. مصر محاطة بكل المخاطر سواء من ناحية الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، ولكن مصر الحمد لله محمية بترابط الشعب مع قيادته السياسية. مصر محمية بترابط كل أبناء العائلات والقبائل المصرية خلف قواتهم المسلحة وشرطتهم المصرية وخلف القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يقود التنمية والتعمير. كانت يد بتحارب الإرهاب واليد الأخرى تبني وتعمر. كانت هذه المنطقة أبناء سيناء لا يستطيع المرور فيها، ولكن بفضل الله أولا وقيادتنا المسلحة تم دحر الإرهاب، والآن نعيش في أمن وأمان وتنمية وتعمير غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي سيعود بالنفع على أبنائنا وأحفادنا بإذن الله. أتكلم على جزئية في غاية الأهمية وهي التعمير. شمال سيناء أصبح دلوقتي يعني متقدمة في مراكز عديدة في التعليم، في الصحة، في الصناعة. أبرز ما تحقق في أرض الفيروز سواء كان على المستوى الصناعي ومستوى التعليمي وأيضا المستوى الصحي. بكل تأكيد زي ما ذكرت لحضرتك، معدلات التنمية اللي بتدور على أرض سيناء غير مسبوقة، تنمية حقيقية لم تشهدها هذه المحافظة. هذه المحافظة كانت في السابق كما ذكرت لحضرتك مصنفة أنها منطقة حروب، ولكن في التنمية هي التي تجلب الأمن والاستقرار. التنمية هي اللي بتخلي أي إنسان خارج الوطن تسول له نفسه العبث بأمن مصر أو بسيناء يفكر ألف مرة. طبعا في شبكة طرق غير مسبوقة بتتم أكثر من 3000 كيلو في مدينة رفح الجديدة على أحدث المعايير العالمية، في 17 تجمع تنموي بيتم بنائهم الآن، في محطات تحلية ميناس غرب العريش في الشيخ زويد وفي رفح، في محطات كهرباء في الشيخ زويد وفي العريش، في 17 مجمع تنموي برضو آخر في وسط سيناء وفي جنوب سيناء. طبعا الخمس أنفاق اللي ربطت سيناء بالدلتا والشرق شرق القناة بغرب القناة أصبحت شرايين حياة في سيناء. أنا مهما تكلمت على التنمية اللي بتتم على أرض سيناء مش هقدر أحصرها من مدارس، من وحدات صحية، من مستشفيات. يعني لأول مرة عندما تتوافر الإرادة السياسية القوية اللي تتجه إلى التنمية والتعمير
الحمد لله ربنا حبانا وجاب لنا قيادة، يمكن هذه القيادة هي التي قدمت روحها أيام أحداث طبعا ثورة 30 يوليو ليحافظ على الشعب وعلى الوطن وعلى الهوية المصرية من عبث الجماعات الإرهابية اللي كانت هتقودنا وترجعنا عشرات السنين للخلف. شكرا جدا يا سيادة النائب، وموفقين دائما، ودائما مصر في انتصارات وعزة وكرامة. أشكرك. شكرا، وكل سنة والشعب المصري العظيم بخير، وقواتنا المسلحة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا، وإلى اللقاء في أعياد أخرى بإذن الله. إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا يعني انتصارات أكتوبر المجيدة تأتي ويأتي معها الخير. دائما نتذكر كل الجهود التي قامت بها الدولة المصرية والتي لا تزال تقام على أرض الفيروز. العديد من المشروعات القومية والتنموية تحققت بالفعل لتصبح هذه المحافظة من المحافظات التي تصدرت المشهد في الجمهورية الجديدة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.